مرحبا بك من نظام نجمي جديد لكوكب مماثل لكوكب الأرض. إليك 10 اكتشافات للفضاء في عام 2020 بتأكد أن لسنا بمفردنا في هذا الكون الفسيح. هل أنت مستعد للاندهاش؟ حسنا لنبدأ. من المعروف أن الحديد لا يصدى على سطح القمر لعدم وجود أكسجين هناك، لكن قبل أسبوعين فقط توصل العلماء لاكتشاف صادم، حيث تبين أن الحديد يتأكسد ويصدى بالفعل بالمناطق المرتفعة على سطح القمر. كان هذا الاكتشاف محير لعلماء الفلك بالبداية، فوجود الصدى على القمر يعني وجود أكسجين في مناطق معينة هناك، وبالتالي قدرة الناس على التنفس. لكن ظهر التفسير لاحقاً، فقد تكون الأرض من أوصل الأكسجين إلى القمر، فبدون غلاف جوي تضرب الرياح الشمسية القمر وبقوة، ولا يمكن لشيء إيقافها. يمكن لهذه التوهجات أن تحمل معها بعض الأكسجين من الطبقات العليا للأرض وتنقله إلى القمر، ثم تستقر الجزيئات عند أكثر الأماكن ارتفاعاً على سطحه. وقد يفسر هذا الأمر عدم تأكسد المعادن في الوديان الموجودة أسفل سطح القمر. سجل فلكيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إشارة متكررة على بعد 500 مليون سنة ضوئية تعرف باسم التدفقات الراديوية السريعة. لا يعلم أحد مصدر هذه الرشقات، لكنها قد تكون نجوم متفجرة أو رشقات زائفة من أشباه النجوم. لكن يظل هذا التكرار مخيف جداً لأنه منتظم، فهو يحدث لأربعة أيام تلتقط فيها معدات الاتصال اللاسلكي الإشارات طوال الوقت ثم تنقطع. وبعد 12 يوم تعود الوتيرة ذاتها. أربعة أيام من الرشقات الراديوية المتواصلة يليها 12 من الصمت. وقد تمكن علماء الفلك من تحديد موقع الإشارة على أنها قادمة من مجرة تبعد عنا نصف مليار سنة ضوئية، لكن لا يزال سببها مجهولاً. قد يكون نجماً زائفاً أو ثقباً أسوداً عملاق، ولا يستبعد أن يكون مصدرها تكنولوجيا فضائية من كوكب ما به حياة وتكنولوجيا أكثر منا حداثة. من جانب آخر، قد يكون هناك حوالي 6 مليار كوكب شبيه بالأرض في مجرة درب التبانة وحده. وقد أظهرت أحدث البيانات أن واحداً من كل 5 نجوم شبيهة بالشمس قد يكون له كوكب واحد على الأقل داخل نطاقه الصالح للحياة، وليس أي كوكب فقط. لعلمك، يتكون قلب هذا الكوكب وسطحه من الصخور، وحجمه مماثل لحجم الأرض، وبما أنه موجود في النطاق الصالح للحياة الخاص بنجمه، فسيكون له فرص كبيرة ليصبح موطناً للكائنات الحية الدقيقة منها على الأقل. وإذا كان هناك مليارات من تلك الكواكب في مجرتنا، فيمكنك بثقة أن تقول أن واحداً منها على الأقل مأهول بالفعل بمخلوقات غيرنا. والآن اضرب ذلك في عدد المجرات الموجودة بالكون، مع العلم أن الكثير منها أكبر حتى من مجرتنا. أمامك الآن النتيجة، وهي مليارات ومليارات النجوم الشبيهة بالشمس والكواكب الشبيهة بالأرض، وبالطبع بعضها سيكون مطابقاً لكوكبنا. فكر في ذلك. عثر بشكل مفاجئ على عالم آخر واعداً أثناء البحث في بيانات التلسكوب الفضائي القديمة، حيث حلل الفلكيون عام 2018 البيانات الواردة من تلسكوب كيبلر، وكما جرت العادة قوبلت أي أجزاء لم يعتقدوا بأهميتها بالتجاهل. ولكن بعد عامين وأثناء استعراضها، لاحظ العلماء خطأ في التعرف على أحد الأشياء. تبين لاحقاً أنه كوكب من خارج المجموعة الشمسية، يبعد عن الأرض 300 سنة ضوئية، وبيشبه كوكب الأرض كتير. كيبلر 1649 سي تبين أنه أكبر بنسبة 6% فقط من الأرض، وربما يتكون من المعادن نفسها، كما أنه يتلقى من نجمه القدر ذاته من الطاقة والضوء الذي نتلقاه من الشمس. تتمثل المشكلة الوحيدة حالياً بالاشتعال المتكرر لذلك النجم، مما يسبب ارتفاع كبير في درجة حرارة سطح الكوكب واحتراقاً في غلافه الجوي. ومع ذلك لا يوجد حتى الآن دليل على ما قد سلف،
وربما يكون الكوكب صالح للحياة قريباً جداً من أرضنا. لنعد إلى الأرض الآن. إن التغيرات المناخية التي نشهدها الآن على الأرجح جزء من دورة طبيعية. استنتج باحثون في جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز نمطاً للتغيرات المناخية التي تحدث على الأرض، ويبدو أنها أشبه بفصول طويلة جداً. قد تدوم تلك الحالات أحياناً لملايين السنين، وترتبط جميعها بوضعية الأرض بالنسبة للشمس، وقسمت وفقاً لدرجة الحرارة السائدة إلى البيت المتجمد والبيت البارد والبيت الدافئ والبيت الساخن. فعلى سبيل المثال، كانت الأرض خلال 3 ملايين سنة الماضية في حالة البيت المتجمد، نظراً لأن العصر الجليدي لم يمر كثيراً من الوقت على انتهائه، لكن السلوك البشري بالإضافة لتأثير الاحتباس الحراري قد دفع الحالة المناخية سريعاً إلى وضع البيت الدافئ أسرع بكتير مما كان سيحدث دون تدخل البشر. وعند الوصول إلى هي المرحلة رح يرتفع معدل درجة الحرارة إلى القيم الاستوائية، وهو أمر لم تشهده الأرض منذ أكثر من 50 مليون سنة. يا له من وقت رائع للحياة. وجود الماء على الأرض لغز يكتنفه الغموض من كل جانب. تقول النظرية الأكثر رواجاً أن مصدر الماء على الأرض المذنبات الجليدية والكويكبات التي لم تترك خلفها حفراً عملاقة فحسب، بل تركت أيضاً المادة السائلة التي نحيا بفضلها الآن. لكن يوجد تقدم جديد يقترح سيناريو آخر، وهو أنه يوجد في الفضاء كميات هائلة من المواد العضوية القادرة على ظروف معينة على إنتاج كمية من الماء تكفي لملء المحيطات 1000 مرة. وقد أجرى الباحثون تجربة سخنوا فيها هذه المادة العضوية فحصلوا على الماء والنفط النقيين. وإذا ثبت صحة ذلك في الدراسات المستقبلية، فقد يعني ذلك أن وجود النفط على الأرض لم يتكون بفضل البقايا المتحجرة للكائنات الحية فحسب، بل أنه جاء أيضاً من الفضاء الخارجي. وأخيراً، هل تذكر ذلك الكويكب الضخم اللي أدى لانقراض الديناصورات؟ حسناً، يقول العلماء أن السبب وراء ذلك الانقراض قد يكون مختلفاً تماماً. ربما يكون حدث انقراض جماعي نتيجة لانفجار مستعر أعظم جرى بعيداً عن كوكبنا. سبب ذلك الانفجار في جعل الأرض متوهجة أكثر من الشمس، وسرعان ما وصلت الأشعة فوق البنفسجية والكونية إلى طبقة الأوزون، وحين احترق الغطاء الحامي للأرض وعانى كل من عليها من عاقبة هذا الانفجار. ثم احتاجت الأرض مئات آلاف السنين للتعافي من هذا الهجوم. وإن حدث مرة أخرى، وهذا شيء وارد، فلن نتمكن من البقاء على قيد الحياة. لحسن الحظ، السيناريو الأقرب لمثل هذا هو انفجار منكب الجوزاء، وهو بعيد جداً عنا، ومن الصعب أنه يحدث أي ضرر جسيم لأرضنا الحبيبة. حسناً، كان هذا كل شيء. والآن أخبرني، كيف سيكون شعورك إن تأكدت بوجود مخلوقات فضائية بالفعل تعيش في مكان ما بكوكبنا؟ لا تنسى إخباري في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.